كلام معلمين على راديو 99 هواها مصري، وانضم لينا حبيب المعلمين وحبيب الملايين دكتور احمد عمارة، استشاري الصحه النفسيه. منورنا يا دكتور. ده نورك يا باشا، منور باهله دايما يا باشا. لا ده تيجي كده ونور يجي معاك والنعمه وحيا دي النعمه. والله والله ودكتور عمارة هو داخل لقيته بيغني اغاني رمضان معايا. والله بقول كل سنه وانت طيب ورب دايما في خير وسعاده دايما يا رب. وشك حلو علينا، جاي في المئويه بتاعتنا وحاجه حلوه كده. والله بجد انا كنت سعيد، انا كنت عايز اقول لك مشغل الراديو عمال ارقص في العربيه. يا رب دايما التتر بتاعك يخلي الواحد ما يعرفش يمسك نفسه في حاجات هشك بشك كده في التتر. ايوه يا باشا احنا مختلفين طبعا طبعا. ربنا يخليك. واي اختلاف يا باشا. ربنا يخليك يا دكتور. ايه اخبارك؟ الحمد لله زي الفل. الحمد لله. قلت لي ان انت داخل بدخله حلوه، فدينا دخله لان انت قلت لي الموضوع فانا اتمزجت. أيوة. لان المره اللي فاتت لما رميت الجمله دي يعني ضربت معايا قوي. ايوه الحلقه دي قررنا نسميها ما ترسمش ربنا الطريق. لان معظم الناس بيقعوا في المشكله دي. بس انا قبل ما ابدا اتعمق في المقوله دي وازاي نفهمها بوعي، بحب ادي تفصيله بسيطه كده قد تكون صادمه لبعض الناس، وقد تكون للي سمعها قبل كده او تاملها بتساعده اكتر في فهم الموضوع. اوكي. ايه رايك لو قلت لك ان ربنا سبحانه وتعالى لم يامرنا في اي امر ان احنا نصل الى النتيجه، ولكن امرنا بالسعي؟ امي بتسلم على كل واحده واحده عشان يعني راح عليا. أيوة. يعني قولي بقى. لم يامرنا الله سبحانه وتعالى انك تصل النتيجة، مش هيحاسبك على النتيجه، هو بيحاسبك على السعي. كده اعمل ومالكش دعوه. اللي بيحصل بقى ان الانسان في خدعه كده بتحصل له سلبيه اللي احنا بنسميها الشيطان في الدين، بيبدا دايما اي امر ربنا بيامره يدي لك عكسه ويخليك قاعد هتتجنن عشان عكسه. فمعظم الناس المتألمين أو المتعلقين بأشياء أو الرافضين الواقع هو متعلق بالنتيجة، وبيعتبر نفسه ناجح لما يوصل للنتيجة، وبينسى بيعتبر السعي. النجاح بيحصل من أول من نتيجة. بالنتيجة. لكن ما قبل ذلك احنا عمرنا ما بنعتبر النجاح. وده ايه ده؟ هو السعي نجاح؟ أيوة. أنا هقول لك بقى، ما دي المفاجأة بقى. وده اللي بنسميه في علم النفس الإيجو. الإيجو بيربط الإنسان بالنتيجة، فطول ما النتيجة لم تتحقق بيقف في حالة ستريس وضغط. عشان كده قلقان ومضغوط وفي حالة سلبية جديدة وحاسس بحمل كبير عليه. عشان كده يمكن بقول للناس دايما وبعملها يمكن في الكورسات بصورة أعمق، إن في فرق كبير ما بين مفهوم النجاح ومفهوم الفلاح. المفهوم النجاح جاي لنا من الغرب. الغرب كل حضارته مادية، هم فيهم حاجات إيجابية، بس لو تم تدعيمه بقى بالجانب الروحاني هنعمل إبداع أكتر ألف مرة وأسهل آلاف المرات. ايه الفرق ما بين النجاح والفلاح يا احمد؟ النجاح الانسان بيكون في حالة ضغطة وفي حالة حمل كبير وتوتر وضغط على نفسه كتير، وعمال يسعى بقوة وقاعد بيحلم باليوم اللي يوصل فيه لنتيجة. تفكيره كله متركز على النتيجة، وبيقع في مشكلة نفسية هي ايه؟ انه عايز يهرب من الواقع وعايز المستقبل يجي بسرعة، فدايما مش عارف يعيش اللحظة، بيهرب من اللحظة. ده مفهوم النجاح. النجاح انه بيستمتع لما يوصل للهدف، اللي هو انت قلت ده مستورد من الاخر. ده للاسف اي حضاره ماديه او اي تفكير مادي بيبقى الانسان واقع فيه كده. الفلاح، ودي من اجمل النعم اللي ربنا انعم بيها علينا، انه بيبدا الاستمتاع من اول النيه، وبتاخد المتعه كلها حتى لو ما وصلتش للهدف. نفسي في ده هشرحها. حاضر. وطول ما انت ماشي مستمتع مستمتع مستمتع، فانت اصلا جاي بالاخر انت مستمتع، ولما الهدف يحصل بيتضرب الاستمتاع في 10. ده الفلاح. حلو مفهوم الفلاح، ان انت مستمتع مجرد ما بدات تنوي حتى. أيوة. انت هتعمل حاجه. ايوه هديلك مثال بسيط جدا يوضح الاثنين. النجاح معناها شيء مرتبط بيك، صورتك قدام الناس او قدام نفسك هتتحسن لما توصل للهدف ده، ده نجاح. تاني. النجاح مربوط بالصورة الذاتية لنفسك اللي احنا بنسميها الصورة الفيك، الصورة الكاذبة او الصورة الخادعة او الغير اصلية. ان الصورة اللي انت مهتم بيها، انا اصلا هي شكلي قدام الناس، شكلي قدام الناس، صورتي قدام الناس ايه، او صورتي حتى قدام هيقولوا نفسي علي إيه؟ هيقولوا علي ايه. فانا طبعا لما اكون مش ناجح شكلي قدامهم سلبي، او شكلي قدامهم مش اللي انا عايزه، انا عاوز اكون واصل. ايوه الناس هتقول علينا ايه، امامك هيقولوا علينا ايه، هي دي بقى. فده بيخلي الانسان بيقاتل وبيضغط نفسه عشان يحقق الصوره دي لكي يكون قدام الناس شكله حلو، فبياخد فتات المتعه وفتات الراحه، وبيبقى على حسب بقى الوقت اللي جه فيه الهدف بيكون بيوعاني
وبيتألم إلى أن يصل للهدف. الإنسان اللي بيقع في الفلاح واللي بيحصل له الفلاح، الكونسبت أو المفهوم الرئيسي فيه إيه؟ إن أنا سوري في اللفظ يعني هقولها بقوة كده، طز في الناس مش أو طز في نظرتهم ليا، أقصد مش فيهم يعني كأشخاص، مش مهم نظرتهم ليا عاملة إزاي، المهم أنا ربنا شايفني إيه. وبالتالي لو جيت تبص على الأوامر اللي ربنا أمرك بيها، ربنا أمرك بالسعي. فأحمد النهاردة بيعمل حلقة في راديو، أحمد بيسعى وبيتكتك باستمتاع عشان الفقرة اللي جاية تبقى رائعة، وكل لحظة في البرنامج بعملها باستمتاع وبسعي إيجابي. يوم أوتوماتيك تستمتع وانت بتفكر أول ما تنوي هتستمتع أصلا من أول. صح، ده حقيقة. بس أنا عمري يعني سبحان الله الواحد ما بيبقاش مركز إن ده بيحصل. أيوة. أول ما تنوي أنا النهاردة هبقى طول الوقت في إحسان، ربنا هيشوفني من المحسنين. إحسان. أيوة. وربنا بيقول إن الله يحب المحسنين للذين أحسنوا في هذه الدنيا الحسنى وزيادة. وأقول لك مفاجأة بقى، ولا ترهق ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. يعني حتى الضعف والحالة من الإرهاق واللخبطة اللي بتحصل في الوشوش دي مش هتيجي أصلا. معايا؟ اللي احنا بنسميها بقى تحس إنه شباب على طول، وإنه فريش على طول، مش كبر في السن، منشكح. أيوة. وطبعا الإحسان عكسه الإساءة. عارف أنت اللي بيقترف السيئات اللي دايما ياخد من الظن أسوأ ظن ودايما يكروت، احنا بنسميها بالمصري نحتاية. المهم النتيجة مش مهم السعي. هنا عكس الدين خالص، عكس ربنا أمرك بيه. فاهم مقصودي؟ عكس ده اللي بنسميه فاهم نفس الإيجو، أنت مركز على الصورة الأخيرة مش مهم التفصيلة عاملة إزاي. بس انت كده، انت يعني انا يعني واتمنى اغيرها في نفسي. انت كده يعني انا واحد من الناس دايما بقول في حاجات كتير انا يهمني النتيجه، ما يهمنيش الخطوات اللي جوه، فده غلط. طيب غلط ولا حاجه مهمه بقى. وهتلاقي الحاجات اللي بتعمل فيها كده هي اقل الحاجات اللي بتستمتع فيها. بتبقى حرب. أيوة. بتبقى ستريس يعني... وضغطه ومتعه بسيطه في ثواني وتختفي بعد ما توصل اللي هو فعلا في النهايه. فحتى مش مماثله لكميه التعب اللي تعبته في المسافه بين دوله. واقول لك على حاجه تانية خطيره بقى، وانت بتعمل كده بتكون بتستنفذ طاقه فبتستهلك، لكن لما تكون بتعملها بنيه فلاح بتكون بتشحن طاقه وانت بتعملها اصلا، فبتبقى في حاله فريش وطاقه ايجابيه واستمتاع وحماس وقوه تفجر الطاقه لما هو ابعد وابعد وابعد. هدي لك مثال كمان عشان يوضح الصورة. تخيل مثلا أنا بقول للناس المستمعين دلوقتي، إيه رأيكم في دار أيتام؟ أنا كنت معدي من شوية جنبها ففوجئت إن محدش يعرف الدار دي، ولا بيعملوا دعاية ولا حد عارف هما مين، والأيتام اللي فيها حوالي 50 ولد وبنت محدش بيسأل عنهم أبدا، وحتى لما حد يسأل بيديلهم فلوس أو يديلهم أكل، لكن محدش اتعامل معهم بقرب بدفء عاطفي بحنية. ايه رأيكم مثلا خلال يومين كده كل واحد في اللي بيسمعني يفكر نعمل اكلة احنا اللي طبخينها عشان نحس ان احنا عيلة كده، حاجة بسيطة، حاجة احنا اللي عاملينها عائلية، ونطلع كلنا نروح نقعد معاهم ونقضي اليوم، نخليهم يقولوا لنا يا بابا ويا ماما ويحسوا الاحساس ده، وناخدهم بالحضن ونبقى قاعدين معاهم قاعدة اسرية، نقعد على الارض ونلعب. حلو كده؟ احنا الان بننوي النية دي فيها حاجة لله ولا ليا؟ لله. تستمتع على طول، ده الفلاح. واحنا لسه ما عملناش حاجة. ان انت تلاقيك عمال تتكلم وتلاقي افكار حلوة، ده يقترح وده يقترح، فنبتدي القعدة تبقى حلوة. ده الفلاح، الفلاح بداية الاستمتاع من اول النية. حلو كده؟ ده هينقلني، انا لسه بمهد على فكرة عشان ازاي ما ترسمش ربنا الطريق، انا لسه بمهد. ده هينقلني لمفاجأة تانية بقى برضه صادمة أكتر. لم يأمرك الله سبحانه وتعالى في أي أمر ديني أن تسعى لحقوقك، لحقك. الحقوق؟ الحق. آه. هقول لك مفاجأة كمان. أمال إيه بقى؟ هقول لك مفاجأة. وتابع ولاحظ كل الناس اللي في الحياة. أكتر الناس اللي بتعاني في الأرض هو اللي عمال يسعى لأكل عيشه. حقه. لا أنا اتلخبطت. ما انا قصد يعني ايه يعني ايه ده؟ طب مش هو المفروض احنا بنسعى لاكل العيش؟ شفت بقى؟ لا ما دي مش مفروض اصلا. لا نسالك رزقا نحن نرزقك. هقول لك مفاجاه هشرحها بتفصيل. انا بحب ادي القاعده كده عشان الناس تتحفز ويسيب اللي في ايديه. اشوف في ناس بتضحك اهي، سابت اللي في ايديها وركزت. حلو كده؟
حتى انت كمان. انا رجعت في الكرسي اللي ورا اصل انا اتزولت. ايوه. طب خلاص انا اقعد في البيت بقى. هقول لك لا هقول لك مفاجاه. لا, لا 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 مش كده خالص. شوف انت فهمتها مفهوم سلبي. ما بصدق. ايوه. مفهوم انتخ خالص. لا لا مفيش صدقني. لا تابع كده كل الناس اللي في الارض. معلش يعني هل من المنطق ان في ناس تفضل عايشه من يوم ما بدات تشتغل في البيزنس لغايه ما ماتت عشان فلوسها واكل عيشها واكل عيالها؟ ايه الجحيم ده؟ في ناس بتعمل كده. ما انا عارف. بس ايه الجحيم ده؟ ربنا يكون في عونه يعني. هقول لك مفاجاه بقى. الحق هو حق يعني هيجي لك هيجي لك. هشرحها بتفصيل بسيط. عارف يا احمد وانت صغير مثلا او كلنا واحنا صغيرين في سن 6 سنين عمرك شلت هم فلوس ولا بيت سكن لبس كتب كل الكلام ده عني. اي الله ينور في اب ركز بكلمة اب انت طول ما انت معاه في البيت هو لانه اب كل حقوقك هو المسؤول عنها انت لم تبذل فيها اي ولا فكرت اصلا تشغل دماغك بيها لكن تخيل بقى ان انت اتخانقت مع بابا وخرجت من البيت حرمني المصروف لا خرجت من البيت وسبت البيت ومشيت ايه اللي هيحصل بقى هشحت بقى خلاص هتبقى كل حقوقك انت بتسعى عشان تعملها ابتدي بقى خلاص اعتمد على نفسي واتصرف هي دي بقى فانت هنا في المثال البشري ده انت خرجت من بيت الأبوبية حلو كده في بيت زيه بالظبط اسمه بيت الربوبية اي انسان لغايه النهارده بيسعى لحقه وطالع عينه عشان الحقوق بتاعته يعرف انه خرج بره نطاق الربوبية وهو مش واخد باله وده مفهوم نفسي مأخوذ يمكن من دلوقتي علم النفس بدأ يندمج مع حاجة بيسموها spiritual way أو الطريق الروحاني عشان يقدروا يفهموا النفس البشرية أكتر حلو كده؟ الأول خليني أعدد لك إيه هي الحقوق فلوس ده حق من حقوقك الأكل الشرب الزواج الأولاد الملبس الأمان العلم دي كلها حقوقك الحرية دي كلها حقوقك إذا كان عندك أي مشكلة في الحقوق دي اعرف إنك ماشي لنفسك مش في التراك اللي ربك حطه لك أصلا طب إيه الشكل الصح أيوة للبحث إيه الشكل للحصول الصح؟ على الحق حلو جدا ده سؤال مهم قوي قوي قبل ما أجاوب السؤال ده برضو عشان يبقى التشويق عامل عمال وأخد التوابل كده بص على الشركات اللي بتفتح علشان تكسب أظن أي شركة بتفتح بيزنس عايز تكسب صح كده؟ ايه رايك لو قلت لك ان في احصائيه سمعتها ما عنديش تفاصيل فيها قوي بس سمعتها من حد يعني فانا مش عارف ايه السورس بتاعها بيقولوا ان 50% من الشركات اللي بتفتح بتقفل في اول سنه. دي احصائيه فعلا؟ انا مش عارف بصراحه سورسها ايه بس سمعتها من احد المحاضرين في مره و بيقفلوا في اول سنه وفي خلال 5 سنين بيقفل 25 الباقيين واللي بيستمر بعد الخمس سنين هو 25% بس ودول اللي بيكملوا انتبه بقى اللي فاتح علشان يكسب هو اكبر عرضة واكثر احتمالية لانه يفلس لانه فاتح لنفسه خد المفاجأة بقى في الابحاث اللي اتعملت على التسويق حلو كده قالوا بالظبط كده يعني حتى كنا بندرسها مره مع دكتور امريكاني قال لو انت عاوز الشغل بتاعك يستمر وتضمن انك تكون مستمر في الشغل بتاعك ويزيد خلي لو انت هتبيع حاجه بدولار تكون نيتك وشغلك بجد انك تكسب اللي بياخدها دولار ونص دولار وربع غيرك فكر في غيرك يعني لا انا هو طبعا هو في اللي هيشتري مني انا مديها له بدولار وانا عارف انها تسوى دولار ونص وهو خد اكتر بس هو مش مقدر ومش حاسس قيمتها لو انا كده شغلي هيبدا يزيد ويزيد ويزيد بصوره مذهله من باب ايه لكن انا هشرح حضرة بتفصيل اكتر وبامثله كمان كتير لكن لو انا عارف ان قيمتها ربع دولار نص دولار وان مستحيل تزيد عن كده وبديها لك بدولار اذا انا من جوايا عارف ان بديها لك اعلى بكتير من قيمتها اعرف انك هتفلس بمنتهى السرعه هيجي لك شويه ارباح سريعه في الاول وفجاه تلاقي الكيرف راح واقع وراح نازل اللي هو مصداقا للايه اللي بتقول واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض انا هدف انفعك قبل ما انفع نفسي لو انا نيتي انفعك اوتوماتيك النفع بقى ليا حق من الحقوق ازاي مش شغلي واديك مثال بسيط جدا 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 بيحصل في العالم دلوقتي اتفرج كده على الشركات اللي بتبيع ملابس او الشركات اللي بتبيع شنط هتلاقي الشركات اللي بتحسن
ومتقنة للمنتج بتاعها من غير ما تعمل دعاية. في ناس بتستلف عشان تروح تشتري المنتج ده، صح كده؟ الاسم خلاص، هو لأنه أتقن، وبقت الناس بتتفاخر بإنه شايل اللبس ده، الشنطة دي أو البراند ده أو الكلام ده كله. ليه الكلام ده؟ لأنه هو متقن، معمول بكواليتي عالي جدا، فأيا كان سعره أنا هجيبه لأني عارف إني واخد أعلى منه. ما هو أنت مستحيل تكون بتحوش وضاغط نفسك تجيب تصرف كل ده. أنا أعرف ناس على فكرة في بعض الدول العربية بياخد قرض من البنك عشان يجيب حاجات زي كده. حتى تلاقينا بنقول لبعض جملة ايه، لا دي تستاهل اكتر من كده واحنا بنشتريها. أيوة. انت بتبقى حاسسها هيستمر وعمره ما هيقف، اللي انا واخدها من اللي هو المصدر الاساسي ليها، المصدر ده هيفضل مستمر وعمره ما هيقف طول ما انت واخد قيمة اعلى من الرقم اللي دفعته. والقيمة ممكن تكون متعة، ممكن تكون سعادة، ممكن تحس نشوة، دي قيمة على فكرة برضو. ما هو على فكرة احنا بندفع اعلى الارقام في القيم اللي فيها متعة. يعني المخدرات في ليه بيدفعوا فيها كتير؟ عشان بيستمتع معايا، وان كان بتدمره بعد كده مش مشكله، متعه وقتيه، عايز الوقت ده وبتدمر الجسم بعد كده معايا. فهتلاقي لو الانسان فكر كده ايه اكتر حاجات بيدفع فيها، هتلاقي اللي فيها انفعالات شديده، سواء كانت فرحه شديده او حزن شديد، في المآتم او الاحزان او الـ 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 الحاجات اللي فيها موت، ده لازم اعمل احسن صوره ويصرف مصاريف وفي الاخر يفوق. انا هعمل احسن فرح ويصرف مصاريف وفي الاخر ايه ده انا عملته؟ مجرد ده ما يدخل اوضه النوم اللي انا عملته فلوسي ده. ايوه، اي حاجه فيها انفعال شديد انت بتلاقي نفسك بتنفق ومش مهم عندك الفلوس، لان الفرحه والحاله دي لا تساويها فلوس الدنيا اصلا. تعال بقى نرجع لموضوعنا، ازاي ان انا ما ينفعش اكون بسعى لحقي. أيوة. اخده ازاي؟ يعني ما ينفعش اسعى، طب اخد حقي ازاي؟ هي دي الموضوع كله طاقه بقى. يعني ايه طاقه؟ انا النهارده كاحمد عماره جاي اعمل حلقه النهارده، هو انا لو انا جاي عشان اكون مشهور والناس كلها تقول واو مين الراجل ده، يبقى انا كده عايزها لنفسي خلاص كده. يبقى انا كده بعمل حاجه هتقلل لي اي دخل داخل لي. لكن لو انا جاي نيتي كل الشباب اللي بيسمعوني النهارده يستفيدوا وتبقى حياتهم جنه، يبقى انا بسعى لده، انا بسعى لتحقيق النفع اللي ربنا يريده في الارض اصلا. معايا؟ وهقولها حته سريعه كده، اي سعي انت عايز تسعى اسعى لتحقيق اي اسم من اسماء الله. يعني النهارده مثلا واحد شغال دكتور، لو انت عاوز تفتح عياده عشان تكسب هتلاقي لود وضغطه غير طبيعيه عشان تلاقي الناس اللي تجيلك. لكن لو انت بس غيرت الطاقه بتاعتك او النيه والتوجه بتاعك ان انا عاوز افتح العياده بتاعتي عشان اشفي الناس واساعدهم في الشفاء، فانا بحقق هذا الاسم من اسماء الله، والابراء اسم الله البارئ مثلا. طول ما انت مركز على ان ده السعي بتاعك، النتيجه بتاعتك ان كل حقوقك هتاخدها. اقول لك مفاجاه مثلا، اسم من اسماء الله الخالق، صح كده؟ صحيح. هات لي حد في العالم بيعمل كرييشن اللي هو الخلق ما بيكسبش. اللي عمل الموبايل، اللي عمل التلفزيون، اللي عمل اكتر ناس بتكرييت هي، شفت بقى؟ صح. عشان شوف، هو بس يكريت وتلاقي الفلوس تحت زي الرز تحت، وهو بيكريت ما كانش كل هدفه نفسه خالص. أيوة. انا عايز حاجه تقرب الناس من بعض، توصل الناس من بعض. هو بيفكر يبدع، انا عايز الناس بدل ما تبقى بتعاني عشان ما يقعدش يقول بقى الدواء في سم قاتل ونادي على فلان. وفاكر انت الفيلم ده على فكره يعني 90% من افلامنا لو موبايل كان موجود اتحرق، السينما ضاعت. ايوه. فهو كان نيته نفع الناس، نيته الصلاح في الارض. معايا؟ يقوم اوتوماتيك، يبقى المبالغ ارقام لا تتخيلها بتلاقي تحت رجليه بمنتهى القوه. يعني علمائنا اللي بيسافروا بره، ايه اللي بيحصل بره منهم، من الناس اللي بره؟ ساعات انا اعرف ناس والله العظيم، يعني في ناس كده بيقولوا له تبص ده شيك على بياض، حط الرقم اللي انت عايزه في وصل الشهر، وصل لمرحله خلاص بقى. حط الرقم اللي انت عايزه في الشهر، حط المبلغ والبيت والعربيه اللي انت عايزه، بس خليك قاعد معانا. ليه الكلام ده؟ هتلاقي بقى كلمه ثانيه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حلو كده؟ يبقى أنا طول ما أنا مركز كإنسان، ويمكن دي في الطاقة فيها أبحاث رهيبة جدا، يمكن لو أنا مركز كإنسان بقى أن أنا دوري نشر أكبر طاقات مفيدة في الأرض من غير ما أشغل دماغي الرزق هيجي إزاي، ويكون كل سعي وتركيزي ومخمختي وتكتكتي في الحتة دي، هتلاقي فجأة بقت نتيجة جدا انك تعمل اللي انت عايزه بمنتهى السهوله. والشخص يعني طريقه التفكير هي اللي محتاجه تتظبط. توجيه الطاقه بقى. يعني هي بص، عقلنا عامل زي الجهاز البث، انت بتفرغ الطاقه اللي طالعه منك دي فين؟ في افاده الناس ولا افاده نفسك؟ انت المحور
ولا الناس؟ يعني انا يعني مثلا واحد عايز يشتغل طبيب زي ما حضرتك قلت، يبقى لازم طريقه التفكير وتوجيه الطاقه ان انا عايز اكون ربنا جعلني سبب في شفاء الناس. هقول لك حاجه مهمه بقى. لو انا بقيت مركز ان انا فاتح العياده وانا طبيب مثلا ومثال الطب عشان اكسب، هتبقى طول ما انت رايح تشتغل طالع عينك ومهدود ويا ربي عمليات وهتكبر بسرعه وسنك هيبان عليه. لكن واحد انا بعتبر زي الدكتور مجدي يعقوب، هو مستمتع. ممكن الراجل ده بيبقى قاعد بيغني جوه، لما يكون تعبان بيخش جوه عشان يستمتع. اخر روقان. ايوه دي الروقان بتاعه. تعرف انه شغال عشان قيمه من القيم العليا اللي هي الشفاء، بيستمتع بهذه الحاله. انتبه بقى، مش مهم، مش بيستنى العمليه تنجح عشان يستمتع، هو اثناء السعي مستمتع اصلا. احنا هنروح فاصل لان الكلام ده كبير، الكلام ده بس الكلام ده حلو، يعني محتاجين إعادة فرمطة. فرمطة كمان بعد تمام. الفاصل. خليكم معانا، لسه معانا دكتور احمد عمارة، وما ترسمش لربنا الطريق. صح كده، خليكم معانا، لسه كلام مع المين على راديو 90 هواها مصري مع مؤسسة مصر الخير. نسمع عمر خيرت ونرجع تاني نكمل كلام. كلام مع المين على راديو 90 هواها مصري، وضيفنا الكريم دكتور احمد عمارة، استشاري الصحة النفسية. وما ترسمش لربنا الطريق ده موضوع الحلقة النهاردة، واحنا الترند الثالث على العالم، الترند الثاني على مصر، الترند الثامن على الاردن، وبرضه ترند في الخليج، وعايزين نمسي ونصبح بقى على كل اهالينا وحبايبنا في الخليج كلهم اللي بيسمعونا دلوقتي، وعلى كل الناس اللي بعتين من تونس والمغرب والجزائر الوطن العربي كله. يعني دكتور احمد بيجي بيجيب لنا العرب حبايبنا والله في كل مكان، منورين الدنيا كلها. تحيه خاصه لكل حد بيسمعني، وربنا يا رب يجعل كل ايامكم جنه يا رب. امين. احنا دايما زي كل حلقه كده بنحب نعمل هديه كده. المره اللي فاتت عملنا هديه على كورس اسرار النعيم اللي هيكون لايف في القاهره يوم 9 و10. اوكي. النهارده هنختار 10 اشخاص عشان ياخدوا كورس قوه الكلمه والتفكير. انا يمكن بصوره بسيطه كده، انا عامل زي منظومه كورسات، منهج ازاي تعيش النعيم وتكون في قمه الاستمتاع في الارض وتحقق اجمل حياه، او اللي هي الحياه الطيبه زي ما ربنا سماها. فعاملها بكورسات منهجيه. اول كورس فيهم كورس اسمه قوه الكلمه والتفكير، ده مدته 12 ساعه. على كم؟ براحتك بقى لانه اونلاين ما هوش لايف. يعني اللي هنتكلم عليه اللي هيطلع هديه ده النهارده كورس اونلاين. كورس اونلاين هتشوفه من البيت في اي وقت، هتحصل عليه من 12 ساعه. لو سمعت كل يوم 3 ساعات يبقى تاخده في 4 ايام، لو كل يوم 4 ساعات يبقى 3 ايام، على حسب. بيدخل على ويب سايت الاكاديمي بتاعها. هيدخل على الاكاديميه اللي هو www.imaraacademy imaraacademy.com. كلمه واحده، imaraacademy.com. اللي هيدخل على الاكاديميه هيلاقي 3 حاجات دلوقتي، لان لسه في الاطلاق التجريبي. هيلاقي امسيتين نازلين هديه مجانيه، امسيه كل واحده فيهم ساعتين، والكورس بقى المدفوع اللي هو قوه الكلمه والتفكير. ده اللي هندي منه. ده اللي هناخد منه النهارده 10 عشان ياخدوه. وان شاء الله الرحمن اللي هياخد الكورس ده وهيبدا فعلا يطبق اللي فيه الكورس ده، يمكن هقوله كده بكلمة صادمة شوية عشان تحفزك. الكورس ده بيعلمك ازاي تخلي مستقبلك زي ما انت عايز، ازاي تعرف ان ربنا مدينا قدرة اخلي قدري زي ما انا اريد وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى، مستقبلي زي ما انا عايز. ايوه بالتفصيل، بمشيئة ربنا. ايوه، لان ربنا مدينا قوانين في الحياة، احنا بسبب بعض المعلومات اللي جايلنا غلط بنشوه هذه القوانين ما نعرفهاش. فلو انت مشيت عليه خطوة خطوة بإذن الرحمن الرحيم هتعرف تخلي حياتك بالتفصيل كما تريد وبصورة قوية جدا، وتقبل بعض الصدمات اللي فيها، لأن في صدمات كتير اللي ما عجبكش منه اركنه وخد الباقي. طيب الناس دايما المعلمين اللي بيسمعونا من المحافظات ويقولوا الكورسات دايما بتبقى في القاهرة، المرضو هو كورس. أيوة. في البيت. ده كورس بقى في البيت، في الموبايل، في أي مكان تسمعه زي ما أنت عايز. ويمكن أنا بدي في الكورس ده تحديدا أو بعض الكورسات الأساسية اللي هتبقى على الأكاديمية حقوق المشاهدة لكل الأقارب من الدرجة الأولى. يعني انت هتشوفه، واخوك واختك وابوك وامك وزوجتك وزوجك لو انت واحده، وابنك وبنتك، يعني كل الاسره من الدرجه الاولى ممكن كمان تستفيد من هذا الكورس لو انت اخذته هديه ان شاء الله. العشره اللي هيفوزوا، شرط يفوزوا العشره اللي هيفوزوا بقى هيبعتوا لهم يعني شقلبهزات دلوقتي عشان يفوزوا. ايوه هنختار منهم اللي هيجاوبوا على السؤال ده. السؤال الاتي. حد اكتب لنا نبله فراخ ولا لحمه؟ المقادير. يلا فراخ ولا لحمه؟ سؤال سهل خالص. شكلك بتاع المطيرات يعني. من المضيفات الحقيقه مش مطيرات عشان مش كذاب. فيهم نعم يا فندم. خلاص ما علينا. ما علينا. تمام. السؤال ايه؟ السؤال بيقول اكتب هدف انت كنت فيه بجد بتعمله مش لنفسك
ولكن كنت بتعمله عشان تحقق نفع لغيرك. اللي كنت فيه بتعمله باستمتاع وفعلا كان لله مش ليك. هدف كنت بتعمله قوي سعيد فيه في يوم من الأيام كان لربك مش ليك. طب أنا هقولك الإجابات معظمها هينحصر في إيه؟ في أعمال الخير. يعني عشان أنا لما تسأل السؤال ده أقولك الحملات والمش عارف إيه. هل ممكن يكون في حاجات تانية ينطبق عليها؟ ما هي دي المشكلة. أنا قاصد أخذ من الأسئلة دي أن في ناس هنختارهم هناخد منهم 10، لكن هوضح بقى أن اللي إحنا بنعمله ده أصلا يعني فينا شباب. وركزوا معايا بالله عليكم يا شباب في الحتة دي. في شباب بيضيع عمره في الأشياء بتاعت الخير. ومش ده الصح. الصح ان انت تبقى ماسك تراك يعني التراك ده انت ماشي بيه كبزنس، هو ده بيفيد الناس بس بيدي لك عائد مادي عشان تعرف تعمل حاجات خيرية اكتر. يعني ايهما احسن عند ربنا؟ واحد ملوش مصدر للدخل ونازل بيعمل خير، ولا واحد عنده مصدر للدخل فبيعمل خير وبيدي فلوس كمان؟ طبعا التاني اقوى واحسن. ايوه. فانا عايزك بقى تعرف ازاي توظف تعمل الكومباينيشن ده او الميكس ده او التجميعة دي، ان انت تبقى البيزنس اللي بتعمله من تراك او من مدار انجاز التعبير مركزيته في ربنا، في نفع للبشر عن طريق اي اسم انت بتحبه وتستمتع بيه في حياتك. ويمكن دينا بشرحها بالتفصيل قوي في كورسين ورا بعض، يمكن في واحد فيهم 10 ساعات والتاني حوالي 30 ساعه تقريبا حاجه زي كده. واحد اسمه اختراق المجال الطاقي والتاني اسمه قوانين الاستحقاق، يمكن هينزلوا بعدين على الاكاديميه ان شاء الرحمن، وان شاء الله لما ينزلوا برضو هندي منهم هدايا للشباب. ان انت تعرف ان انت تبقى ماشي حياتك كلها من يوم ما تصحى لغايه ما بتنام مستمتع استمتاع غير طبيعي. يعني يمكن هدي مثال بقوله للشباب دايما. عايزين نقول السؤال تاني عشان الناس طلبتين. حاضر. معلش. السؤال تاني. حدد هدف. الهدف ده او شيء انت عملته في الماضي بس وانت بتعمله كان هدفك فيه بجد يبقى الله سبحانه وتعالى راضي عنك فيه. كنت بتعمله باستمتاع. بتعمله باستمتاع لله مش لنفسك. عمل، حدد عمل او شيء عملته كنت بتعمله باستمتاع مش ليك، لربنا سبحانه وتعالى. يكون عمل صالح في صلاح. عمل صالح في صلاح. بيتهيألي الاجابه يعني السؤال بقى واضح جدا يعني. خلي بالك يا احمد، خليني اقول مفاجاه صادمه شويه كده. انا بحب ادي صدمات يعني. آية قرآنية هقولها دلوقتي وانا بحكم ان انا سافرت دول كتير جدا انا شايفها بتتحقق يوميا في الارض. قد تكون المعنى اللي هقوله مختلف شويه عن المعنى اللي قيل قبل كده، ولكن اسمع من كل الاطراف واستفتي قلبك زي ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ده قانون كوني. حلو كده؟ الارض هيرثها عبادي الصالحون. نستشف من الايه دي قانون هو ايه؟ عاوز تعرف مين الصالحون؟ بص مين اللي ورث الارض. بس الصالحون هنا بقى من منظور الاله مش من منظورك انت، مش اللي لابس كذا ولا اللي عامل كذا ولا اللي بيقيم الليل كل يوم ولا اللي بينزل يصلي مسجد. كل الحاجات الشكليه اللي احنا تعودنا عليها للاسف واللي تم يعني تصديرها لينا هي مش وحشه، بس مش هي دي الاساس والصلب اللي بيقوم عليه الانسان يكون وارث الارض. يعني ايه مفهوم الصالح؟ ايوه، الصالح هنا زي ما انا فهمتها هو الانسان اللي بوجوده يعمل اصلاح في الارض مش يخرب الدنيا. يعني النهارده لو جيت تبص على الحلقه اللي طالعه دلوقتي شوف يا احمد بتفيد كام انسان بيسمعنا، صح كده؟ ايه رايك بقى مين اللي واخد الثواب؟ اللي عامل المايك واللي عامل الكمبيوتر واللي عمل كل البلاط والاجهزه دي كلها والحاجات دي كلها مين اللي عاملها؟ الشركات دي كلها مين اللي عاملها؟ ال سي ديز دي كلها مين اللي عاملها؟ البرامج دي مين اللي عاملها؟ هم دول الصالحون. يعني الصالح ليس من وجهه نظر الدكتور احمد اللي هو الصالح لاعمار الارض مش الصلاح الفردي اللي بينك وبين ربك. دي مالهاش علاقه اصلا. اللي بيمسك الارض هو اللي لما يتحط يصلح. يعني انتبه كده، يعمر مش يعني يستهلك. المستهلكون مستحيل يمسكوا او ربنا يمكنهم في الارض، ولكن اللي بيعمل كرييشن يعمل ابداع، اللي بينطلق في الفضاء ويكتشف حاجات جديده ويطلع ابداعات، يعمل كمبيوتر، يعمل موبايلات، يعمل تلفزيونات، ده صالح في الارض. لكن خد المفاجاه بقى، اللي عمال يكفر فلان ويتهم فلان ويفسق فلان ويغتاب فلان، ده بيفسد في الارض، مستحيل يمسك الارض اصلا. ده مستهلك للطاقة. مستحيل، ده بيخرب الدنيا. معايا؟ ده في انا يمكن في اسفل سافلين انجاز التعبير، لان هو بيسعى بحاجات تفسد، ويمكن انا ارى ان ده بينطبق عليهم
الآية اللي بتقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. حتى ادخل على الفيسبوك شوفهم كده، أي خبر سلبي بينشروه، أي مصيبة بينشروها، دول مفسدين ولكنه يظن أنه يحسن جدع. سمعة أيوة الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. أهو شوف بقى كده، مش كنت لسه بقول الناس دي، شوف لما تبقى مركز على السعي، ربنا أمرك بالسعي مش النتيجة. المفسدون بيركز على النتيجة فبينشر فساد وينشر أخبار سلبية، المهم إن ده هيحقق النتيجة اللي أنا عايزها، جيب له لايكس ايا كان بقى، هيحقق النتيجه اللي انا عايزها، شهره يعني بالظبط ايا كان. يعني هديك مثال، حتى لو اسقطتها سياسيا مثلا، لو طيار فاز هتلاقي الطيار الثاني بينشر كل سلبيات الطيار اللي فاز عشان يقع، عشان انا افوز، عايز يحطمه. المهم في الاخر انا عايز انا افوز، اعمل اي حاجه بقى، اطلع على ظهر السعي أيها. بتاعي ايجابي سلبي، بسعى بالسيئات، بسعى بالبلاوي الزرقاء، مش مشكله بالنسبه لي. المهم ان يعني حتى بيقال كده ان الغايه تبرر الوسيله، ده مبدا الشيطان نفسه معايا. لكن المبدأ الإلهي إن أنا لازم يكون سعي أصلا إيجابي، والسعي كله حسن ولا يوجد فيه أي شيء سلبي أو أي حاجة ربنا نهى عنها كغيبة أو كنميمة أو نشر مساوئ الناس أو الكلام ده. لو عايز تحصلوا على الكورس من دكتور أحمد عمارة، كورس مدته 12 ساعة، من على عمارة academy.com. دكتور أحمد سأل سؤال وهنختار، دكتور أحمد هو اللي هيختار إن شاء الله 10 من اللي جاوبوا إجابات قوية جدا. السؤال بيقول اكتب شيء عملته كنت بتعمله باستمتاع مش ليك، لربنا سبحانه وتعالى. أيوة نيتك فيه نفع، نيتك فيه مش ليك أنت، مش إصلاح. أنت وطبعا لما أقول لك كده مش معناها أن نفع وأنت لأ لأ، ده أنت أكيد طالما عملته كده هيجي لك نفع أضعاف أضعاف وما تتخيل. نرجع بقى لموضوعنا اللي هو عنوان الحلقة، ما ترسمش لربنا الطريق. احنا قلنا واحد ان انا ربنا لم يأمرني بأي نتيجة وانما امرني أسعى. بالسعي. رقم اتنين، ليس السعي موجه لان انا اسعى لحقوقي، ولكن انا السعي بتاعي اسعى لنشر كل النفع بحسب اي اسم انا عايزه ايا كان، وده ينطبق على كل انواع المجالات معايا. يعني انا النهاردة لو هكتب شعر يبقى أنا بكتب شعر من أجل توعية الناس إزاي مثلا يبقى بيفكر يخرج من مشكلة، زي في أفلام بتتعمل برة، يعني مثلا في فيلم اسمه The Pursuit of Happiness، ده رائع جدا بتاع ويل سميث، بيعلم الشاب إزاي لو أنت صفر ومعكش أي حاجة تفضل أيا كان الظروف اللي حواليك تستغلها عشان توصل اللي أنت عايزه بمنتهى السرعة. أفلام بتحفز، أفلام بتطلع طاقة الناس، ده فيلم اتعمل عشان يحقق قيمة معايا، مش المهم عندي الفلوس، لا انت اصلا لما تعمل شيء ذو قيمه اوتوماتيك هتلاقي هيجيب فلوس، هيجيب الفلوس، والميزه كمان هتكون الفلوس فيها بركه، مش هتختفي منك بسرعه، مش هتلاقي نفسك فلست اسرع، مش هتلاقيها بتطير منك كده وانت مش حاسس بقيمتها. حلو كده، وده ينطبق على اي مجال ايا كان. الحته المهمه بقى، وانت بتسعى ما ترسمش لربنا الطريق. اشرح يعني ايه. هديها مثال بسيط قوي. ساعات تلاقي شباب، ويمكن حصلت لي زمان لما كنت في بداية الجواز بتاعي، واحد يقول لي، وانا كمان كنت كده لغاية ما غيرتها، وانا هتجوز امتى؟ ده انا دلوقتي شغال في وظيفة باخد مثلا 1000 جنيه في الشهر، وانا عشان اتجوز مثلا محتاج يا سيدي، هقول رقم ما اعرفش دلوقتي، وانا عايش برا مصر بقالي فترة فمش عارف عشان ما حدش يتحكي، بس هقول 50,000 عشان اتجوز مثلا. حلو كده، قليل او كتير مش مشكلة، بس بدي ارقام عشان تحسبها بالعقل. فانا عشان اتجوز محتاج 50,000 جنيه، وانا باخد 1000 جنيه وانا باخد 1000 جنيه في الشهر، يبقى انا محتاج 50 شهر، 50 على 12 يساوي كام، يبقى انا عشان اتجوز. انت كده عمال ترسم ربنا الطريق، كده برسم، انت كده عمال ترسم، انت مش كلمه مصيبة. ان انا بحسبها يعني، طب هقول لك آه انا بحسبها، انت بتعمل مصيبه كده. هقول لك ليه، لان انت ممكن لو انت بتدعي ربنا يا رب يرزقني، ربي يفتحها عليا، يكون انت النهاردة لمدة شهرين شغال في الوظيفة دي، وفي وظيفة تانية بتتجهز عشان تجيلك هتكسبك 2000 مثلا، انت بتوقفها لما تعمل كده، لان انت عمال ترسم ال50 شهر الجايين على 1000 جنيه. يعني ممكن من العاملة اللي زي كده اوقف الشغلانة اللي انت بتعمل مصيبة، اوقف شغلانة جايالي. هقولك بقى، توقف كل المرتبات اللي فوق 1000 جنيه، خلاص هي ربطت على كده، انت رسمت الطريق كله لمدة 50 شهر وانت مش واخد بالك، غور اسود. حلو كده، عشان كده يمكن اديت مثال سريع الحلقة اللي فاتت، قلت لك هو انت يا راجل عمرك دخلت مطعم طلبت اكلة ايا كانت وقعدت ترسم لهم يعملوها ازاي؟ مش شغلك. فعيب لما تكون انت واثق في حد بيطبخ طباخ. ولا حد طباخ يعني، ولا حد بيعمل اي شيء تاني، ولا حد يا سيدي بيفصل ملابس ايا كان، وتقعد ترسم لربك يجيبها لك ازاي،
دي نقطة خطيرة جدا. واقول لك المفاجأة بقى، ما لاحظتش يا احمد ان لما ربنا اتكلم على الرزق قام قايل ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ صحيح. اللي بيحتسب قفل كل الابواب التانية، ده هجيلي من هنا. عشان كده من ضمن الناس اللي بيرسموا لربنا الطريق تلاقيه قاعد بيعمل ايه يا احمد؟ وده تمرين عقلي مصيبة تانية. يعني التمرين ده بيطلع طاقات من الجسم تقفل لك كل الابواب اللي ممكن يجي منها الرزق ما عدا الباب اللي انت شايفه قدامك. يقول ايه؟ طب هتتحل ازاي؟ ده انا ابويا عامل كذا، وامي عامله كذا، والحكومه عامله كذا، والمعرفش مين، والظروف عامله كذا، والجنيه بيوقع، ويقعد يرسم الطريق في المستقبل، وفي الاخر طب هتيجي منين؟ كده هو مقفل، مش حتى بيرسم ربنا الطريق، ده قفل الطريق. قفله وما حطش مخرج. هو ده سؤال استنكاري كمان يعني. أيوة. قال لي ان انا يعني عيب. في سوء ادب مع ربنا يعني. عشان كده هقول لك حاجه مفاجاه وارجو يركزوا فيها المستمعين دلوقتي، عشان هي خطيره جدا 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 بمعنى الكلمه. كلمه قول في القران مش معناها اللي انت بتقوله ببقك ولا بلسانك. قول معناها اللي كيانك بيقوله. انا كواحد بتاع علم نفس بقى، اللي عقلك اللاواعي بيقوله مش اللي لسانك بيقوله. بمعنى لو واحد النهارده جاي بيقول لي هجيب منين وهعمل ازاي، طب هتصرف ازاي في الفلوس، هجيب منين، هو كده عقله اللاواعي بيقول ربنا بخيل. استغفر الله العظيم. ربنا فقير اقصد. استغفر. مستحيل يكون ربنا غني عنده، انسى. ما هنا انا بستنكر ان ده ممكن يتحل. إن ايوه يعني هديك مثال بسيط عشان نفهمها بصوره اعمق تاني. واحد ابوه غني وهو عارف ان بابا كريم، وعارف ان لو سالت بابا هيديني. معقوله لو اتحطيت في مشكله اقول هتصرف ازاي واعمل ايه؟ مطمن. مستحيل. وبالتالي كل اللي بيعمل كده هو الان بيطلع اشارات طاقه من جسمه للكون كله، الله فقير الله فقير. وبالتالي اوتوماتيك يقوم عقله متوجه للاله بتاعه، البيزنس بقى او الافكار او النصب او السرقه، هو ده الهي الاكبر. تصرف اللي هو تصرف. حلو كده. لكن لو انا متاكد، ودي حته مهمه قوي، لو انا متاكد جدا ان ربي غني. عارف يا احمد فيلم طباخ الريس؟ عارف كان نازل ازاي وهو طباخ الريس؟ ده طباخ الريس. فالدنيا كلها متفتحه له، واول ما حد يعرف كل الدنيا تتفتح. شوف لما قابل الوزير في المدرسه والكلام ده، ده لانه طباخ الريس. فاهم قصدي؟ تخيل بقى لما انا عبد الله، عبد الغني، يبقى انا غني اصلا. انا مش طباخ، ده انا عبد، ده انا مكرم عن كل الكون. لو انت عايشها كده، عارف علميا ايه اللي هيحصل؟ علميا شوف اللي بيسمعوني الان طاقتهم بقت متفجره طاقه، ولا عملت تمارين ولا قعدت تدرب نفسك على شحن الطاقه الان. وانت مستشعر ان ربي غني وانا عبد الغني، يبقى انا اصلا غني. الحاله دي علميا هتفجر كل الطاقه الايجابيه جواك. هيقوم ايه اللي حاصل بقى؟ هتبدا تجيلك افكار من نوعيه الغنى، لو قمت نفذتها تتحول لفلوس. لكن اول ما اقول هتصرف ازاي وهجيبها منين، انت بتقفل الدنيا اصلا. طاقتك بتقع. فكل الافكار هي اللي هتوديك في حته سد، افكار تودي في داهيه. ايوه. عشان كده اللي بيعمل كده هتلاقيه نوعيه الافكار اللي بتجيله، دي مهمه قوي عايز اقولها للناس، ان نوعيه الافكار اللي بتجيلك من نفس الطاقه اللي انت عايشها. وبالتالي لو انت الان مخنوق، طبعا عايش. لو انت الان مخنوق، عقلك بيعمل فلتر لكل الافكار اللي فيها سعاده واللي تخليك سعيد. صح. مش صح. هتدخل. صح. صح. والافكار اللي تخليك زي ما انت مخنوق هي اللي هتدخل. ده ساعات يبقى الواحد في الحاله دي، ولو في اي فكره جايه تفرحه بترفضها. ايوه عارف اللي هو ابعدي. ايوه بتحس انك لا لا لا، هات النكد انا عايزه. هي دي. ولو يا سلام بقى لو اغنيه حزينه، الله عليك. يعمل بلاي ليست يفضل يلطم جنبها. لا اصلا لما تلاقيه بيقول الله عليك على واحد بيخليك تعيط، تعرف طاقته عامله ازاي على طول. معايا؟ تعرف طاقته عامله ازاي؟ هم عمالين يضحكوا على نفسهم دلوقتي. زي اصل انت قلبت عليا حاجات دلوقتي. ايوه. الله عليك ايه؟ واحد بيخليك تعيط. الغريب بقى. جيت على الجرح. ايوه. الغريب بقى ان هذه النوعيه لو دخلت في الدين بتخرب الدنيا. بص يقول لك ايه؟ الله، هذا القارئ قراءته رائعه، سوف يجعلك تبكي. نعم يا اخويا. ابكي مين يا اخويا؟ طب هو اللي هو الخشوع. الخشوع حاجه تانية. بكاء الخشوع يعني. لا لا، ما هو بص، لا هو مش بتاع النار. لا مش قصدنا ده. لا لا، في فرق رهيب ما بين البكاء
ويقعد يركز على آيات اللي فيها عذاب والناس تعيط جنبه ويتدمروا نفسيا، ده كلام فاضي مش ده الدين اصلا. ده حالات الالم والبكاء ده مش ملوش علاقه بديننا نهائي. خلي بالك ربنا بيقول ما جعل عليكم في ديني من حرج، حرج اللي هو اول درجات التوتر والضيق اصلا معايا. لكن في حاجه اسمها البكاء، في حاجه اسمها قصدي ان العين تفيض بالدمع. عارف لما تبقى ام في فرح ومن كتر ما هي فرحانه ببنتها دموعها نازله، بس مشاعرها ايجابيه جدا مستمتعه جدا، ده لما الطاقه بتعلى هو اصلا الدمع خروج طاقات سلبيه من الجسم. حلو كده؟ لما يكون انسان في حاله خشوع والايه بتخبطه من جوه بيحس كانه طاير كده بيشحن، يقوم كل الطاقات السلبيه خارجه في شكل دموع، بس هو مستمتع مش متالم، مفيش الم جواك. فاهم اقصد ايه؟ وبالتالي ده حتى ربنا قالها في القران، ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، انه خبط جوه حاجات حق ايجابيه فشحنتك جوه، فتلاقي الدموع نازله وانت حاسس بحاله ممتعه جميله مش حاله مؤلمه، بتخرج طاقات سلبيه. ايوه بتخرج طاقات سلبيه مش حاله سلبيه. فكرهم السؤال تاني للمعلمين لو سمحت. السؤال اكتب لي هدف او شيء كنت بتعمله بجد من قلبك، والهدف ده كنت بتعمله فيه نفع او لله، مركز قوي ان يكون نافع للناس مش ليك ولا عشان صورتك قدام الناس. هنختار 10، دكتور احمد تحديدا هيختار 10 هيحصلوا على كورس، الكورس بتاع قوه الكلمه الكلمة والتفكير. والتفكير. خليكم معانا، فاصل وهنرجع تاني نكمل كلامنا مع دكتور احمد. كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90 90، مصر الخير، تنميه الانسان مهمتنا الاساسيه. كلام معلمين على الراديو 90 90 هواها مصري. في الدقائق القليله اللي معانا في النهايه لسه معانا 13 دقيقه. حلو. لو ركزت يا احمد، قلنا المره اللي فاتت ان انت وانت بتتحرك للهدف بتاعك ما تبقاش مستني تفصيلات معينه هي اللي تيجي، ما ترسمش الطريق لربنا، ولكن ابدا خد الخطوات اللي في ايديك الان، ودورك فيها ان انا اكون مركز بقى ان انا عايز اعمل حاجه فيها نفع، حاجه فيها خير، حاجه فيها ايجابيه تعود على الناس، يقوم ايه اللي يحصل؟ خليني اقولها من منظور تاني شويه. عارف لما ابقى عارف ان اله الكون اسمه مثلا الرحيم، خلاص كده، الخالق العليم، انا دوري ان انا ماشي بعلم الناس او بوعيهم او بقدم لهم حاجات تخلي حياتهم سعيدة، لأن أنا عاوزهم يكونوا سعداء، فأنا بقدمها في شكل بيرحمهم من اللي هم فيه. عارف أنت كده بتبقى عامل إزاي؟ أنت كده كأنك ماشي في الإطار أو في الـ 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 النية بتاعت الإله أو إرادة الإله، يقوم كل الكون يساعدك. ده اللي اسمه عبد رباني، إنه ماشي بيحقق أسماء الله بس بصورة مصغرة على قده. يحقق اسماء الله بصوره مصغره بشريه، على قده بشريه. بص بقى، في حديث بيقول عبدي اطعني تكن عبدا ربانيا تقل للشيء كن فيكون. تخيل اللي هو في، يمكن بعض العلماء ضعفوه، ولكن ان كان، ولكن في حديث معناه بيؤكد نفس المعنى ده، اللي هو لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، بقيت الحديث كنت سامع الذي اسمع به وهو الى اخره، ثم ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. تلاقي كل الكون ماشي فيه. واقول لك مفاجاه خطيره جدا 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 الناس وقعوا فيها للاسف، ان اللي بيعمل كده مش لازم يكون له اسم. مش فاهم. يعني مش لازم انا اسمي نفسي اسم، اصل انا مثلا سني، اصل انا شيعي، اصل انا مسلم، اصل انا مسيحي. انسى التصنيفات دي كلها. الفعل اللي بتعمله هو ايه؟ يعني لو واحد ملوش دين، فاهم قصدي؟ وبيعمل الفعل ده نيته الناس كلها تكون مستمتعه وسعيده، هو الان ماشي في التراك الرباني حتى لو مش واخد باله، هياخد ثوابه عليه كافاده في الارض. علاقتك بربنا بقى في الاخر ده ربنا هيحاسبك عليها مش شغلك. فاهم اقصد ايه؟ يعني هديك مثال بسيط مثلا عشان يبقى الناس فاهمه الصوره دي بدقه قوي. لو شركه زي شركه مايكروسوفت او شركه زي شركه ابل عاملين جهاز ويندوز او اي او اس وسيستم يعني، ومنزلينه للناس ومنزلين كتالوج ليه. في الكتالوج ده لو انت ضغطت كليك يمين خلاص هيطلع لك شاشه تختار منها كوبي ولا بيست ولا الكلام ده. ولو ما ضغطتش كليك يمين هتقعد تدور عشان تلاقيهم، مش هتلاقيهم، خلاص كده. واحد ما درسش الكتالوج ده ولا بص عليه وقعد يجرب فضغط على الزرار اليمين
فراحت طلع له الشاشة، راح مختار كليك يمين، بس ما اسموش ويندوزاوي، ملوش اسم ملوش دين، بس هو عمل الفعل. ايه اللي هيحصل له؟ هيحصل على نتيجة في الاخرة بقى، حسابه على ربه. احنا في الدنيا كده بالظبط، انت ممكن النهاردة واحد يشتمك خلاص كده، تقوم انت طب انا هشتمه وهطلع عينه واشتمه بالاب والام. انت الان مشيت مع كتالوج مين؟ كتالوج الاله ولا كتالوج الشيطان؟ يبقى انت الان اسمك عابد للشيطان، مش من غير ما تبقى عارف بقى ولا مفتح الكتالوج بتاعه، انت الان فعلك كده. وبالتالي اسقطها على العكس الايجابي برضو، اللي بيعمل خير ايا كان اللي في الارض، بيعدل، بينشر السلام، بيعمل حاجات تفيد الملايين البشر، بتسهل لهم حياتهم وتسهل الاتصالات والكوميونيكيشن. كل اب وام مسافرين وعيالهم بره وبيعملوا مثلا اتصال فيديو، خدت بالك، على سكايب مثلا ولا على الواتساب ولا على برامج الاتصال، الشخص اللي عامل الكلام ده هياخد ثواب وخير بقدر النفع اللي عمله للبشر، يقوم ياخدوا ملايين مليارات. يعني مثلا اللي عامل الفيسبوك ده، شوف كم التسهيلات. يعني تخيل كده، لسه عندنا احتفاليه امبارح، مش عارف كم مليون، 3 مليون واحد ادفرتايزر على الفيسبوك معايا استفادوا من الفيسبوك في انهم يحققوا مبيعات اكتر ويعملوا بيزنس في حياتهم. شوف خلى 3 مليون حد يكسب ويحتفلوا ويفرحوا ويفرحوا. النقطه المهمه ايه بقى؟ يقوم ربنا لازم يخليه ملياردير زي ما انفقت تاخد على طول. ملياردير بس. مليار، ما ده اللي بتكلم فيه. وخلي بالك بقى، والناس اللي قاعده تبص، ايه ده بيلعب؟ اه بيلعب. ما انت ما ربنا ما امال ايه معنى؟ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هيبقى بمنتهى اليسر بياخد كل اللي عايزه. مش انت يا اللي بتسمعني دلوقتي، مش ساعات تبص على ناس تلاقيه بيلعب وبيستمتع وبيكسب؟ في ناس بتعتبر شغلنا ده لعب. يعني أيوة. يقول لك الميديا ده بيتسلوا بيلعبوا. خدها قاعده بقى. اللي ماشي، انا على فكره لما اكون بعمل محاضره واللي حضر معايا كورسات لايف يعرف كده، انا ببعد عن المسرح، بستمتع، بجننهم، بخليهم كلهم في الارض من كتر الضحك، وبدي معلومات وبندي تدريبات، ببقى في قمه الاستمتاع وبكسب. فاي شغلانه تعملها في تراك انت من جواك ناوي يبقى في حاجه لربك، هتستمتع بيها بمنتهى القوه. وخدها قاعده بقى، اول ما تبدا تتالم او تحس بضيق او تحس بملل، اعرف انك خرجت بره التراك ده. انت بقيت بتعملها لنفسك مش لتراك قيمه من القيم، اللي بيسموها بالانجليزي الهاي فاليو، القيمه العليا. عشان كده تلاقي كل الشركات الكبيره بتحط قيم عليا هي بتتحرك بيها، قيمنا كذا. الكلام ده مش لعب، ده عشان الكل يكون مستمتع وهو بيعمل الموضوع ده. هديك مثال، مثلا اكرم. شوف اكرم عمل ايه؟ عمل، لا قلنا الحلقه اللي فاتت اللي كان موجود من شويه، أكرم رائد في الفضاء. اكرم امين. شوف لو تفتكر المره اللي فاتت قلنا ايه؟ اكرم زي ما سمعت في الحلقه قال هما كانوا مشترطين اللي هيطلع الفضاء يكون معاه الجنسيه الامريكيه. مش هرسم لربنا الطريق. هو عمل بنفس الطريقه بقى، انا هشوف ايه الحاجات اللي انا المفروض تكون عندي واكون مكتسبها وهبدا فيها من دلوقتي. وبدا يشتغل باللي في ايديه وما بصش على اللي مش في ايديه، اللي هي الجنسيه مثلا. يلا عايزين غطس، هتدرب على الغطس. تدريبات للقيادات، ما قفلهاش على نفسه، اشتغل في اللي في ايديه وما رسمش الطريق. انا هعمل ده. خلي بالك بقى، اهتم بالسعي مش مهم النتيجه. اول ما بدا يهتم بالسعي، ايه اللي حصل؟ هتبدا الظروف اللي بره تتشكل لان النتيجه تجيلك من حيث لا تحتسب. انت كنت محتسب ان انت مش هينفع لما تكون امريكي، وهم كانوا حاطين شروط، هم غيروها وخدوك يا سيدي. اهو ده مثال اهو، من حيث لا تحتسب. يعني عارف، هدي تمرين بسيط كده، ويا ريت كل حد عنده لخبطه في حياته او عنده ظروف صعبه، اعمل التمرين ده بروقان. التمرين ده هينسف لك كل الطرق اللي انت راسمها لربنا. خلاص، غمض عينيك، ولو انت سايق الحلقه هتنزل بعد كده على اليوتيوب، اسمعها بروقان. او لو عايز تعمله معانا اللايف الان، اقف على العربيه كده بهدوء في اي مكان، اركن واعمل معانا التمرين. غمض عينك وتامل حياتك الحاليه. شوف كم اللخبطه او الظروف اللي ممكن تكون موجوده فيها، وشوف نفسك كنت راسم الطريق اللي يوصلك لهدفك كان ايه. انت حاطط اهداف معينة مثلا،
وهتلاقي نفسك غصب عنك كنت راسم الطريق. انا عاوز اوصل هنا، فلازم يبقى عندي علاقات هنا مثلا، او لازم يكون عندي مبلغ كذا، او لازم يكون عندي شخص اعرفه كذا. انت اللي كنت راسم ده، كسر كل اللي انت رسمه، ما ترسمش لربك الطريق. وتخيل ان الهك بيكلمك وبيقولك سأرزقك من حيث لا تحتسب، من اتجاه عمره ما هيجي في دماغك. ما تشغلش دماغك، ده الهك. شاغل دماغك ليه؟ شوف نفسك الان كأنك بتكلم ربنا، معقول يا رب رغم كل اللي عندي ده، وابدأ عدد كل الحاجات اللي انت شايفها معرقلة، رغم كذا ورغم كذا، ورغم ان انا دلوقتي اهلي مثلا كذا، او بلدي فيها كذا، او ظروفي وسماتي الشخصية، او الحاجات اللي عندي، قد يكون بعض الامراض او بعض الاشياء اللي شايفها سلبية من وجهة نظرك، معقول يا رب رغم كل ده برضو هيجيلي الرزق من حيث لا احتسب؟ يا ترى هيجي منين؟ تشوف نفسك متفائل وبتفجر طاقة حماس بصورة مذهلة جواك، ده إلهي بيقول لي من حيث لا احتسب. تشوف نفسك بتبص على كل الظروف اللي حواليك، هتفاجئ انها بقت حقيرة جدا، ملهاش اي قيمة، ملهاش اي حجم، انت كنت مضخمها قوي. واقولك مفاجأة، هي كانت جواك اكبر مش الله اكبر. انت بتقول الله اكبر ببقك، بس فعليا كان جوه الظروف اكبر، المشاكل اكبر، الاحداث اكبر. دلوقتي خلي جوه كله اصغر. إلهي اللي خالق كل تفاصيل الكون بيقول لي من حيث لا أحتسب. يا ترى هتيجي منين؟ وابدأ أفكر في حاجات قد تكون غريبة جدا أو مذهلة أو حاجة ما تصدقهاش، إن الحل هيجي من طريق ما تصدقوش، وقول طالما أنا فكرت فيه يبقى مش هو ده، هيجي من حتة تانية وحتة عمرها ما هتيجي في دماغي. هتلاقي نفسك بقيت في حالة شغف وفي حالة استمتاع، وما تقعدش، لا ابدأ قول لربك دلوقتي، وانا هعمل يا رب اللي يخليني استحق واستاهل انها تيجي بسرعة. انا من النهاردة هبدأ ابص كل الامكانيات والمواهب اللي انت مديها لي اللي تقدر تقربني من الهدف ده، وهبدأ استغلها، هبدأ اعملها خطوة خطوة. أنا ههتم بالسعي يا إلهي، أنت أمرتني بالسعي. إن الله يرى عملكم ورسوله والمؤمنون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ربنا هيشوف العمل بتاعك، وبالتالي أنا هعمله وهتشوفني يا رب أيا كان العمل. عارف لو قاعد بكتب سي في، هتشوفني يا رب أحسن واحد بيكتب السي في بتاعه، أنا هكون من المحسنين وانا بعمل السي في ده. ادي خطوة انا بسعى دلوقتي، هبقى احسن واحد وهو بيعرض مثلا السي في بتاعه في كل الاماكن، مش هسيب حد وهودي هنا وهنا وهنا وهنا، هبقى احسن حد بيتفنن ازاي اوصل السي في بتاعي للشركات، ازاي يعرفوني، احسن واحد بيعرف يعمل دعاية لنفسه، ايا كان الحاجة اللي بتعملها. المهم السعي اللي بتسعاه، انوي من جواك انك تبقى قدام الهك احسن حد بيعمله، من المحسنين، واعرف ساعتها ان ربنا بيحب المحسنين، وان الله مع المحسنين. وفي الاخر اسأل نفسك سؤال بقوة، وانا هقوله بقوة وهتحس طاقته، واحد معاه الله ايه في الكون ممكن يقف قدامه؟ حسها بكل كيانك، واحد معاه إله الكون، إيه في الكون ممكن يقف قدامه؟ وممكن يوصل لهدفه إزاي بصورة مذهلة
تبهره قبل ما تبهر المحيطين. حسها بكل كيانك وقول من قلبك في النهاية: يا ربي لك الحمد ولك الشكر أنك أنت الله لا شريك لك. لك الشكر دكتور أحمد. اللي فازوا دكتور أحمد هيختارهم، هنقعد دلوقتي بعد دقائق نختارهم وهنتواصل معهم زي المجموعة اللي قبل كده إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتور أحمد. ربنا يبارك.